أولا أحييك وأحيي كل الطاقم الإعلامي في أهلا قناتكم وسهلا. وقرة، وكذلك التحية والتقدير إلى كل المشاهدين الأكارم الذين يتابعون قناتكم. بادئا ذي بدء، نحن نعلم جيدا أن كل دولة لديها مصالح تريد تنفيذها على أرض الواقع في ليبيا، وهذه الدول تنوعت. كنا في السابق أو في الزمن الماضي نقول أن هناك تركة أو ورثة أصليين لليبيا بناء على اتفاقية سايكس بيكو السابقة في القرن الماضي، ولكن اليوم اتضح أن هناك عديد الدول ومنها تركيا التي تعتبر الآن أن ليبيا هي إرث الدولة العثمانية أو إحدى الأقاليم والإقطاعيات التي كانت تملكها وتحكمها الدولة العثمانية. اليوم بعيدا عن كل المناوشات والمشاكل أو الاشتباكات التي حدثت في طرابلس، لأنها لا علاقة لها بالقاعدة العسكرية، ولكن أنا ما يهمني هو قاعدة عسكرية يتم التوقيع أو التجهيز للتوقيع عليها قانونيا خلال رئيس الدولة التركية مع من يمثلها من الدولة الليبية، هو أمر حقيقة أتمناه بأنه الاستعمار الرومانسي وليس الاستعمار الذي عهدناه في السابق بأن أن ينزل جيوشه ويحتل دولة، ولكن هو مبطن بإرادة وتمثيل من الدولة المستضيفة أو الدولة المستعمرة. وبالتالي أنا أرى أن هذا الموضوع إذا استمر فإن الأمر سيفتح لنا أبواب لتكون ليبيا أكثر من قاعدة عسكرية، ليست الأتراك فقط بل بريطانيا، أمريكا، فرنسا، ممكن أن تكون الجزائر، ممكن أن تكون مصر، ممكن حنفتح الباب لكل من هب ودب من هذه الدول التي ترى في ليبيا تمدد استراتيجي لبقائها في حوض البحر المتوسط. أنا جد 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 مستاء من هذا الوضع، وأتمنى لا يتحقق، وأتمنى أن يكون هناك وطنيين في ليبيا، طيب كيف وخصوصا نسمع يتعامل اليوم. نواب مدينة الخمس ومجلس النواب مع هذا القرار الذي أصدره سيد لدبيبة بضم المدينة إلى القاعدة العسكرية التركية؟ أولا، هناك قرار صادر من المؤتمر الوطني في 2014 ينص هذا القرار على أنه لا يحق للحكومة المؤقتة في المراحل الانتقالية أن تقوم بتوقيع اتفاقيات تسبب أعباء على الدولة الليبية، وبالتالي كل هذه الأمور والاتفاقيات أنا أراها طالما أنها لم تخرج من بوابة مجلس الدولة ومجلس النواب اللذان هما القاعدة الشرعية أو التشريعية في ليبيا، حتى ولو قلنا فيها ما قال مالك في الخمر، ولكن يعتبران هم البوابة الاستراتيجية التشريعية الموجودة حاليا، وهي التي يحق لها بالتصويت من خلال الغرفتين هاتين عملية القبول في الاتفاقيات. ولكن هناك من يقول أن أعمال التي يقوم بها السيد دبيبة في من ناحية قانونية هي تسمى أعمال سيادة أو أعمال مادية ليست لها، أو أعمال سيادة تمس الحكومة الليبية، ولكن هذا الأمر مرهون بأن هناك قرار صادر من المؤتمر الوطني العام في 2014، وهذا القرار مفعل ولم يلغى، يعطي عدم الأحقية أو يعطي المنع والحظر للحكومات الانتقالية المؤقتة أن تقوم بتوقيع اتفاقيات، خصوصا أنها تمثل أو تجسد للالتزامات على الدولة الليبية، وهذه القاعدة تعتبر رهن مورد أساسي اقتصادي ومورد سياسي كذلك وعسكري تحت سطوة دولة أخرى، وهذا مما يضر بمصالح الدولة الليبية وأكثر من تحقيق مصالحها ومكاسبها. طيب المجتمع الدولي الذي يتحدث عن يعني الوجوب إخراج القوات التركية من ليبيا ولإصلاح الحال، وتركيا تزيد من رقعة وجودها وتواجدها في ليبيا، كيف سيتم تعامل المجتمع الدولي مع تركيا كدولة متدخلة؟
أنا حقيقة هذا الأمر إذا تم الآن لا يوجد أي أمر رسمي يدل على هناك اتفاقية. هناك بعض القوات موجودة في الخمس، وهو بناء على ما شاهدوه سكان مدينة الخمس، وخصوصا من هم الآن فعلوا حراك مجتمعي داخل مدينة الخمس وسموا ونفسهم بحراك ثوار مقاومة الاحتلال. فهمتي؟ فهي الآن لم يتم أي شيء رسمي حتى هذه اللحظة يدل على عمل. هناك وسائل إعلام تركية ليست رسمية بأن تركيا لديها ستقوم بتوقيع اتفاقية مع ليبيا لإقامة قاعدة بحرية، يمكن أن تكون في المستقبل قاعدة بحرية وجوية. نعم. هذا الأمر ما زال لم يؤكد لا الخارجية التركية ولا تؤكد ولم تؤكد رئاسة الجمهورية التركية. نعم. لكن أنا بقول المجتمع الدولي إذا قامت هذه الاتفاقية ووقعت لتحقيق مصالح شخصية للسيد عبد الحميد دبيبة وحكومته من أجل أن تكون باقية لمدد أكثر، أنا أراه نسفا لكل ما تم التوافق عليه ما بين لجنة 5+5 وهي اللجنة العسكرية التي توافق الآن على أساسيات ونقاط مهمة ومبادئ على عملية إخراج أو استراتيجية إخراج القوات الأجنبية. نعم، أشكرك جزيل الشكر في الحقيقة. وصلت الفكرة ولم يتبقى لدي مزيد من الوقت. شكرا لكل هذا الإيضاح من البيضاء. عبد الله أديباني، باحث قانوني ومهتم بالشأن السياسي الليبي، شكرا جزيلا.